قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إنها تحققت من مقتل حوالي 2400 طفل منذ اندلاع الحرب في اليمن. وأضافت ممثلة المنظمة في اليمن ميرتشير رينالو في بيان إن الرقم الفعلي للضحايا قد يكون أكثر من ذلك بكثير، وأكدت أن 2000 مدرسة لا يمكن استخدامها بسبب تعرضها للدمار أو لأنها تأوي عائلات النازحين أو تستخدم لأغراض عسكرية. وجددت المنظمة دعوة جميع أطراف النزاع في اليمن لحماية الأطفال ووقف الهجمات على البنية التحتية المدنية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني. عدد الأطفال الذين قضوا نحبهم في هذا الصراع بلغ 1400 طفل، كما أصيب 2140 طفلا آخر، وإلى جانب ذلك جرى تجريد ما يقرب من 1400 طفلا من قبل أطراف الصراع. نجدد تأكيدنا لجميع أطراف الصراع أن يجنبوا الأطفال فقدان الحياة هذا، بأن لا يضربوا المواقع التي هي قريبة من مصالح مدنية مثل المدارس والمرافق الصحية وغيرها من البنى التحتية المدنية. وللأسف فإن الآفاق للعام 2017 لا تبدو جيدة هي الأخرى. يستمر الموت في حصد أرواح الأطفال من أمراض يمكن الوقاية منها، على رأسها تأتي سوء التغذية إلى جانب الإسهال وكذلك أمراض الجنة.